بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخواني الكرام. هنسجل دخول وهنشوف مع بعض إزاي نعمل تسجيل الخروج أو الساين أوت. هاجي هنا أقول تيست آت جيميل دوت كوم، وهاجي هنا الباسورد واليوزر نيم. مثلا أنا عندي طبعا الباسورد من 1 ل 6، واليوزر نيم ده هنتعرف عليه في دروس ساين أب. طيب هعمل هنا في المنطقة دي بوتن بسيط كده، أنا عندي فلات بوتن هاخده كده كوبي زي ما هو. اوكي ادي اخر الفلات بوتن. كل بساطة هاجي هنا تحت التكست هحط الفلات بوتن بكل بساطة. طبعا انا النافيجيتور زي ما هو عندي، زي ما هو باللوجن زي ما انت شايف. عشان اعمل ساين اوت بكل بساطة هاجي هنا هقول ممكن اعمل ميثود خارجية واسميها اندرسكور مثلا ساين اوت. اوكي واروح هنا هتكون فيتشر اوكي فيتشر void. انا مش محتاج الداتا اللي ترجع منها، يعني sign out او لا sync، وهفتح الداتا بتاعتي وهبدا هنا اعمل paste. بس الاول انا محتاج النافيجيتور ده وامسح ده كله. بكل بساطه انا هستخدم الفايربيز انستنس بالطريقه دي dot sign out، وممكن اعينه كمتغير رئيسي. وهاجي هنا واقول final auth equal firebase auth instance، واجي هنا هقول auth بالطريقة دي من غير اي await، يعني هتبقى auth dot sign out. وهنا هعمل push replacement اوكي عشان يحصل refresh للكونتنت بتاعت الصفحة. هاجي هنا طبعا هعدل النيم واخليه ده اللي هو اللوجن، هقول في ساين اوت اوكي. طيب هنعمل هوت ريستارت بحيث ان تطلع الداتا عندي. دي طبعا الميثود اهي هتكون نوع فيتشر عشان ما تعملش ريتيرن اي داتا. على طول اوز دوت ساين اوت ميثود هضغط عليها هيودينا على اللوجن مع عمليه البوش ريبليسمنت. اذا لو ضغطت على ساين اوت وداني على اللوجن زي ما انت شايف. طبعا انا هنا في اللوجن بستخدم حاجه اسمها بوش ريبليسمنت، واستخدمتها هنا بحيث ان انا يعني اتعامل مع الداتا. ولما استخدمت الاسينك استخدمتها في عمليات التزامن لا اكثر ولا اقل. اوكي وممكن بقى اعمل باك تو هوم اوكي، لكن هي بتكون طبعا انت عايز تمشيها ازاي مفيش اي مشكله. والموضوع بسيط يعني مش محتاج. طبعا انت ممكن تاخد الداتا دي برضو تنفذها تحت هنا. يعني انا عملت ميثود خارجيه بس عشان يعني اوريك انك ممكن تستخدمها على الوجهتين ومش الشكل اللي يريحك. طبعا خلينا نعمل هوت ريستارت هيوديني على الهوم ويقول لي اعمل لوجن عشان تشوف الناس المضافين عندك في قائمه الاتصال. يعني اللي احنا التطبيق اللي هنعمله بسيط ده عشان ناخد فيه الامثله اللي يعني خدناها قبل كده. فبالتالي هقول test at gmail.com، وهاجي هنا 1 2 3 4 5 6 login اوكي sign out. لاحظ ممكن ارجع البيج حصل لها refresh فاصبحت الداتا مش موجودة، فاقدر اعمل login من تاني وممكن ارجع باك بكل بساطة. اشوفكم الخير في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.